حاجه. لكن موجود في الكتاب بيقول لك ايه؟ ان الاسبرين شغال على حاجه اسمها فازو. لو بتدوكس الدوش دوكس لو انا اتحط اسبرين يعمل اللي بيشغل حاجه اسمها فازو موتور سيرفر بي ام سي. مكتوب ان بي ام سي الفازو موتور سيرفر ده حاجه في البرين، ده المركز اللي بيتحكم في ضغط دمك لفوق. طيب يعني عايز تقول ان الاسبرين ممكن بقى مع الدوكس الدوش يموتني عن طريق انه عمل انيميشن للفازو موتور سيرفر، فضغط يوطى ويحصل لي ايه؟ عارف يعني حصل انهيار بقى وكل ده. هو كده رحنا للهارت برضو، هو راح للبلد نزل كده، هو ما راحش للدوره دي، هو راح للبرين يا باشا برضه. ما تغلطش الاسبرين ملوش دعوه بالمركز الخامس يعني، الا اذا كان بيعمل شويه فازو دايلكشن فازو وصف كده في السكن وخليك تقرا ودي حاجه نقص كده. طيب جه عمل الكلام ده في الاخر اخر صفرين سالوني الصبح كلمه كيلات ونت. هو اللي بيبقى كلمه كيلات ونت يعني بيدوب الجلد الايه؟ جلد الميت لما يكون في عين سمكه بيسموها ورد، او جلد ميت. بعض الناس حتى لما يمشي كتير قوي على اساس الشوز مش مناسبه تلاقي حوالين كعوبه من ورا كده جلد ناشف يتكون، ده اسمه ورد. تقدر تدوبها مش بالاسبرين بقى، هدوب ايه اسمه ايه؟ ساليسيليك اسيد. الميثايل بقى اللي بعده الميثايل ساليسيليك اسيد ده ممكن يستخدم. عارفين الكريمات لما يبقى عندي مثلا حته بتوجعني في ايه؟ في ايديا ولا في ظهري، والصيدلي يقول لي الكريم ده حلو ادهن منه، الكريم ده بيضيع الوجع. بعض الكريمات تيجي تدهن منه تحس ان الرئه سخونيه يعني زي ابو فاس كده والحاجات دي، تدهن الكريم تحس ان المنطقه سخنه، ولما المنطقه تسخن الوجع يروح. الحركه دي بيسموها كاونتر ايريتنت افكت. كاونتر ايريتنت يعني انا عملت لك سخونيه في منطقه علشان تنسى الالم. انت لما بتحس مثلا ركبتك بتوجعك لما تدهن مرهم وتحس ان ركبتك سخنت كده والورقه ايه، تحس ان الالم راح ارتحت، دي اسمها كاونتر ايريتنت افكت. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ مش الاسبرين بس، ده الميثايل ابن عمه. يبقى اذا لو جالك السؤال يقول لك الاسبرين ما بيعالجش، يقول لك الاسبرين نفسه لا هو نفسه لا يستخدم كاونتر ايريتنت، ده اللي بيستخدم الميثايل بتاعه، وهو نفسه لا يستخدم كراتوليتك، ده اللي بيستخدم اللي هو ابوه الساليسيليك اسيد. يعني ناخد بالنا لحسن حد ايه عامل لنا مشكله فيه. نعم. هو في الحته اللي هي بتاعت الاسبرين في الهيدروجين المفروض ان هو بيعمل انيبيشن للسيمبوكسين في الكارديو باسكت. طب الافكت بتاعه ما هو ميت بتسالني تقول الاسبرين في الهاي دوز لما راح لطش الثرومبوكسان اللي بيعمل بليت اجريجيشن ولطش كمان الطيب اللي اسمه ايه؟ بروستاجلاندين اي دي. النت افكت ايه؟ النت افكت السيوله في الدم برضه عادي. الاسبرين في اي دوز بيعمل سيوله في الدم. دوز صغيره دوز كبيره بيعمل سيوله في الدم عادي يعني ما تغلطوش في دي، لكن هي القضيه ان في الدوز الكبيره بيعمل سيوله في الدم وبيضيع لك حاجه كانت كويسه اللي هو البروستاجلاندين اي 2. فدكاتره القلب قالوا طالما استخدمت اسبرين بجرعه صغيره اللي هي الجرعه اللي هي ربع قرص اللي هي 5 مللي جرام هشتغل على الثرومبوكسان لوحده من غير ما اعمل مشاكل. الفكره كلها انا قصدي ان هم الاثنين هيكنسلوا. لا مش هيكنسلوا الثرومبوكسان لو اشتغلت عليه خلاص عملت كنسلوا. مش هيكنسلوا ده حاجه. ايوه فاهم. ميتابوليك افكت يا ابو حميد هو كاتب ان الاسبرين بيعمل لما بيعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن حرارتك بتعلى صح؟ والحراره لما بتعلى الميتابوليزم بيزيد، والميتابوليزم لما يزيد يحصل لك تاكيكارديا. هل لان الاسبرين راح من الهارت برضه؟ ده كلها شكل غير مباشر، حاجات غير مباشره. فاكرين النفيديبند اللي هو كان في الكارديو كان الاسكالسا مش شانل بلوكر، اما قال لك ان النفيديبند بيعمل ريفلكس تاكيكارديا. هو النفيديبند بيروح للكونداكتنج سيستم. النفيديبند يومها قالوا في الجدول مالوش دعوه بالقلب برضه، بس التاكيكارديا جات لك من ضغطك وتشي صح؟ اهو برضه الاسبرين كده يعلي لك حرارتك، فلما الحراره تعلى القلب يسرع شويه، بس هو كده ما راحش القلب بقى. بس ده حاجات كلها ريفلكسات يعني. تعالوا انا شغلتها كده اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ طيب حد كده يقول لنا بسرعه على الجي اي دي، نرجع كده بسرعه عشان اربط الكلام ببعض. على الجي اي دي التسكين عمل ايه في الاستوك؟ عمل نوعين من على حسب انت بلعت على وقت خالص. طب عمل ايه في الليفر؟ هو انت قضب ولا انت قايم؟ قضب وخشب. الناس تقول لي عادي زمان بيتكلم كده اي كلام وريفرس وخشب. لو عايز تحت 12 سنه بس ما تخش 12 سنه بس، ده لازم تخش طيب تحت 12 سنه مش تبدا اشتكى من فيفر بيوتو حط اعتبار رقم خط، لانها لو فيفر ما هياش فايرال ما تخافش. هي لازم تكون فيفر بيوتو ونازله فرصه ان الطفل ده يحصل له الليفر يقوم ايه؟ الليفر يتدمر. وتيجي على ما تتشخص تلاقي البنكرياس اتدمر، على ما تفوقله تلاقي الكلى اتدمرت والبرين، ما احنا مش عارفين ليه بيتاخد الدور كده. تلاقي الطفل ده النهارده كده باظ، بكره كده باظ،
بعض البكتيريا بعض البرين ومات ورايت صار حتى زيت كومن هي الكومن هي رير بس وقت ده حصل المولدات دي خالص يعني بتاعت ده ولذلك دايما دكاتره الاطفال تفضيل لما يجيله طفل صغير 6 سنين 7 سنين وسخن دايما يكتب باراسيتامول اللي هو البنادول اللي هو بيشتغل على توكس 3 يا اما في الالتيرناتيف على فينيل كده ما هو اسمه ايه بروفين هتقول دلوقتي عشان ده حاجه نون سترويد ابن عم الاسبرين وفرصه الرايسن دروب معاه قليله انما برضه ايه الاجانب بيقول لك عم يبعد على الشر وغنيين اكتب بنادول اللي هو الباراسيتامول وابعد خلاص ما ينتهي على الايه تاني عارفين عمل ايه الاسبرين يا شباب لو انتوا فاكرين ابني عمل ايه والله قالوا الاول بيروح يقلل البروستاجلاندين الطيبه فبيقل الرينال باضي اللي هو فكده بتبوظ استمر مع الوقت انرجيزت نتروماس ولما كده تبوظ هتبقى بالترتيب كده هتبقى ورا بعض لما كده هتبوظ هتعمل صوت ووتر لان هتطلع علينا الورجنسي وتعمل لك اديمه تيجي تعالج الاديمه بدايرتك ما تنفعش صح يعني هاخد الدكتور كده باظ فعمل صوت ووتر رينجا فجيت تعالجها بدايرتك مش نافع لان الاسبرين مانع البروستاجلاندين اللي هي كانت جزء من الميكانيزم بتاع الفيروس طيب في الاخر قالوا اليوريك اسيد الاسبرين بينزل هو ويحبس لك اليوريك اسيد صح يبقى خطر على مرضى الجلد لكن رجعت الجمعيه الانجليزيه بتاعت الامراض الروماتيزيه دي بس ما خدوش الجرعه بتاعت الامراض القلب ما خدوش منها دي بقى بتعمل حاجه لا في الجلد ولا غير الجلد يعني اذا اي مريض ماشي على الجرعه بتاعت القلب ما توقفهاش لاي سبب ولا اي مرض ماشي عليه لا بالدور الباك ولا بالدور ما اعرفش ايه ولا خمس اللي هي 4% ماشي الحال نيجي بقى للمشاكل الاسبرين مشاكل الاسبرين دي هو ده اخر السنه هو ده اخر السنه عشان اقول لك عد لي مشاكل الاسبرين يبقى ده سؤال اهبل لا بقى اخر السنه اقول لك والله سوس طار انت مختار اختار مين صايد الفكره الاسبرين طبقه من نفسك وقول لي حصل ايه طب بخيرك اختار لي من العصفوره دول في طالب يختار الايه بس خد بالك ما تقولش انا اختار بتاع طول على اطلع على الكلام وتستحمل اوعى اقول لك اختار اثنين تقول ايه جامد وعندك دكتور كانسر لا ما انت كده بدي واحده ما انت كنت عامل المعده يعني صح لا انما تقول له لا بيعمل ايه في المعده مثلا ولا في الكلى بيعمل ايه في المعده وايه في الدم عمل ايه في الدم لو انت فاكر امبارح مطش البلاتلت بوظ البلاتلت ثلاث طرق بس البلاتلت وكمان لو زودت سنه هيتخطى البلاتلت للفروت الفقري ولذلك الصح انك لو حد مثلا اتسمم باسبرين تدي بلاتلت هول بلاد لان الاسبرين مبوظ البلاتلت من ناحيه اول فروت الفقري ومن الناحيه الثانيه يبقى اذا دي كلها مشاكل الاسبرين طيب يعني على المعده من عين الاصل على الليفر من عين الانجل على الدم اللي بوظ البلاتلت والبروت الفاكتور على الكلى تعمل اربع حاجات على اليوترس لو سبت ايه على راح تولد وخدت اسبرين بدل ما هتولد في نص ساعه ولا ساعه هتولد في ساعتين ثلاثه في 4 في 10 لان الطلق اللي شايف الطلق ما جاش ليه يابا لان ما هو الطلق معناه بروستاجلاندين والاسبرين مانع البروستاجلاندين صح يبقى يقوم الدكتور يضطر يديها هو بقى بروستاجلاندين من بره يقول لها هنعمل لك طلق استقطاعي ونربط احنا الاثنين دول دي المشاكل في اسبرين مين ما ياخدش اسبرين بقى؟ مين ما ياخدش اسبرين؟ طفل عنده 12 سنه ده واحد بس ما تقولش كده هتطلع 12 سنه تسكت لا كمل الشغل طفل عنده 12 سنه واشتكى من فيفر ما ياخدش اثنين اللي عندهم جد ما ياخدش الست اللي راح تولد ما تاخدش اللي عندهم طحنه اللي عندهم امراض في الكلى لان الاسبرين مع الوقت ما ينفعش الكلام بس بعد زيت الروس ولا غيرها اللي عندهم اي مرض في الدم يؤدي الى بليدي افرض عنده سيوله في الدم دي هيموفيليا ولا اي مرض عامل له ايه مشكله يعني هو بطبيعته عنده سيوله في الدم ما هوش ناقص الاسبرين يزود له السيوله برضه يبقى احنا خايفين من النزل طب افرض عنده واحد عنده سيفير هايبرتنشن سيفير هايبرتنشن ضغطه دايما فوق ال 200 ولا فوق ال 180 الله طب ما لما انا ضغطي بيعلى يا جدعان كتير قوي وانا بصلي دي يوم انا خير تنزل ولا مش كده كتير قوي من الناس فجاه كده هو في الشغل ولا في حاجه يزعل تلاقي مناخيره جاب الدم يقول لك ضغطه عالي طب ما هو لو واخد اسبرين ونزف ما هي الناس مش هيقف لان انت عندك سيوله في الدم يبقى بنخاف ان الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن لان ممكن ينزل منك في اي لحظه والله يتخبط في راسه فينزل يعني واحد عامل عمليه في عينه جديد لسه بقى له مثلا اسبوع وانت عايز الجرح يقفل واحد عامل لسه ريسنت سيرجري خطيره ما هو لو خد اسبرين الجرح هينزل فدي كلها انا برضه هو اخر السنه اتحبت عشان تعدهم لي عشان ما تحفظوش ما تعدهمش انا اخر السنه اقول لك تشوف اثنين اختار انت اثنين كونترا انديكيشن وقول لي حضرتك حصل ايه انت اللي كاتب انت براحتك انا سايبك تختار براحتك من الحاجات المهمه اللي عايز اربيها فيها ان الاسبرين لو اديته ساعات يزود ماده اسمها نيوكوتراين حد ممكن يتخيل
كان في حاجه اسمها اراكيدونيك ايه؟ اللي مشيت مره في سكه الكوكس وكونت ده سبورت جلاند ومره في سكه الكوكس اللي كونت ده ورا. فانا كنت اقول ده اكل الارض معظم النساء حتى لو انت انا وانت مش هنقص يعني انا وانت اللي هو الحمد لله بفضل الله ما عندناش امراض يعني مش هتحس بحاجه دي. مين اللي هيحس بيها؟ اللي هيحس بيها ويتكهدل مريض البرونك الازمه يعني لو شخص عنده برونك الازمه وخد اسبرين هيحس بموضوع الليمفوترايد ده لانها كانت على البرونكاي 1400 مره قد مين؟ انا مثلا برونكاي عندي سليمه لما زود الليمفوترايد مش فاهمين حاجه انما مين اللي هيتبهدل؟ مريض البرونك. اذا مريض البرونك الازمه ما ياخدش اسبرين مش بس اسبرين طب ايه رايك بقى ما ياخدش اسبرين وكل العيله اللي اسمها نون ايه؟ لان ما هي نفس القاعده ما هو كل النون استرويد هيشتغلوا على الارم ده ويمشوا لك الاراجيدونيك في السكه دي ويقول لك ايه ده في ازمه لو ان شاء الله باذن الله طب الاطفال في سنه خمسه هيقول لك في نوع من الازمه اسمه اسبرين انديوزد ازمه يعني برونك الازمه جت سببها ايه؟ هو اصلا مريض ازمه في الاساس لكن لما بياخد اسبرين بيتبهدل يديله جرشه نفس رهيبه عشان الليمفوترايد يبقى ناخد بالنا اللي هي اسمها الرجيك رياكشن يعني. كل دي مشاكل الاسبرين وزي ما قلت لك انا برضه ما زلت في صوره ان انا مش هاجي اقول لك ادهم اقول لك كل اثنين ثلاثه كده ونكلمني عنها. طيب في حاجه اسمها دراج انتر اكشن جايز تجي لك في الفيزياء. الحصه اللي جايه ان شاء الله جاي هكلمك عن مرض اسمه النقرس وعلاج النقرس فيه. انت عارف ان النقرس فيه متاسف. فوار ظريف جدا اسمه بروبينسيد ومش موجود في حاجه دلوقتي. ان شاء الله الحصه الجايه. البروبينسيد ده فوار بينزل يوريك اسيد. حلو. طب كتبت انت في الروشته مع اسبرين. الايد انت راجع كده ولا كده؟ ده بينزل يوريك اسيد صح؟ ده بينزل يوريك اسيد. كده غلط. الحاجه الثانيه واحد كتب اسبرين مثلا مع دايوريتيك راجع طب هو الدايوريتيك ده مش هيشتغل نص نص يعني ده انت راجع لنص نص بس دي انت تفوت من شغل فتقول طب كده اسمها انتسب الانتسب ده هو الفقر في المرور ان شاء الله تشوف الشيء ده هنا في كحه المعده بنديها فوار اسمه مش انتي اسيد هو اسمه الانتا انتسب الانتسب دي فورات كلها بتمسك تعمل نيوتراليزيشن بس اذا سمعت كلمه انتسب من هنا لاخر السنه اي انتسب ما ينفعش يتاخد مع اي دواء. خدها قاعده. عايز تطلع فوار بتاع الكانسر لوحده لان بيعمل كيميكال كومبلكس مع اي دواء. يعني النهارده بيقول لك الانتسب بيمنع الابزوربشن في ايه؟ في اسبرين. ولو قال لك مع العفريت الازرق افرض قال لك ايه؟ ايه اللي يحصل لو اديت انتسب مع الفنكوش؟ وانت مش عارف الفنكوش ده ايه؟ قول له الانتسب بريفنت ابزوربشن اوف ذيس فنكوش. انتسب مع ديجيتال انتسب مع وارفارين بعد اقول له براحتك بقى طالما قلت انتسب يبقى مين معذور وفي سبب ثاني ما حدش واخد باله منه بس مش ده السبب الرئيسي ان الاسبرين عشان يمتص لازم يمتص في وسط حمص والانتسب هتمنع الحموض فتخلي الاسبرين ما يمتصش كويس بس برضه هرجع لك السبب الرئيسي في الكيميكال كومبلكس ان الانتسب ده كومبلكس مع الاسبرين ناخد بالنا من الكلام ده عشان ايه نقطش لنا اما تقرا الصفحه بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها نوت اذر ان نوت ستريس ان نوت اذر. اكيد. كنت بسال فيها بس هقول لك عمل ايه؟ مش هسال فيها لسبب لان احنا خدنا قرار مجلس اسمه من حوالي اربع خمس سنين لما عملوا جوده سنه 2011 قالوا يا جدعان ما حدش يدخل في التخصص التاني. اي كل قسم يلتزم بتخصصاته. حاضر يا باشا قالوا بتوع دواء خليكم في الدواء بتوع علاج. ما فيش دعوه بالتوكسيستي، التوكسيستي يعالجها مين؟ يعالجها بتوع الطب الشرعي. فانت ما تجيبش للطالب اخر السنه سؤال اسمه ايه؟ تريتمنت اوف كذا توكسيستي. انما انا خايف من الام سي كيو. لو واحد انتحر باسبرين اول ما ياخد اسبرين عارف ان اكتر حاجه هتصدم ميتابوليك ايه؟ اسيدون. وانت المره اللي فاتت عارف ان الجسم هيرد عليك بكلمه هايبر. بتنهي عشان تعمل رشد مين؟ صح كده؟ طبعا الله. يبقى اول علامه من علامات الاسبرين توكسيستي انك تنهي. لا انت انا بكلمك التوكس الدوز اللي هي بتموت دي خلاص هتموت. انا بكلمك على مثلا خد 20 قرص ولا خد حاجه كده كان واد خايف لسه ساقط ثانويه عامه وما مش عارف ان الجرعه اللي بتكون 65 قام بلع 3 قرص جاي لك العياده بقى اول علامه تبان عليه ايه؟ اول علامه تبان عليه تكييف اللي هي المهجان لان اول ما الاسبرين بيدخل جسمه ويعمل له اسيدوزس يقوم الرسمات اللي على طول رادد عليه بهايبر فنتيليشن دي اللي تجيلك في الكلمه دي اللي ده لو حد بيجيبها لك يقول لك ذا ايرليست ساين اول علامه من علامات الاسبرين توكسيستي يقول له تاكيد انها جايه هو مش هيجيب غيرها انما ما يمنعش بقى
ان الشخص ده ممكن يكون عنده ايه؟ عنده ميتابوليك اسيدوز، ممكن يجيله هايبر ثيرميا ولا لا، مش كده؟ حرام ده لا، عشان حاجه اسمها انكابلنج. جايز يجي لك بدي هيدريشن، يجي لك بغيبوبه، يجي لك برجع دم، كل ده ماشي. انما هو انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا اهم حاجه عندي ايه؟ هو اول علامه ايه؟ اول علامه تاكيد ان الايرلي ساين. حلو، هتعالجوه ازاي بقى؟ هتعالجوه سيمتوما، يعني نمسك واحده واحده كده العيال بتشتكي من ايه؟ اديله ايه؟ ما عنديش حاجه خاصه يعني. اولا هيبقى عندي هنعمل له غسل موش، غسل معده صح؟ وبدا اسبرين هنعمل له غسل معده كده على السريع، غسل نبات يعني. مين؟ هنديله انترافينوس فلويدز مع بايكربونات ان ايه؟ اتش سي او 3. طب حد يقول لنا ليه؟ اولا بما انه خد توكسيك دوز وحاول ينتحر، ممكن يكون الاسبرين ضرب المظبوط والسنتر فوق وعمل له شويه ضغط واطي، فبتدي له فلويد عشان ترفع ضغطه. وبايكربونات مهم قوي، بايكربونات عشان هو عنده ميتابوليك اسيدوزز، يعني هاد لازم تديله حاجه الكالاين تو كومبات الميتابوليك اسيدوزز دي. بتدي له كمان فيتامين كي ان شاء الله في الشطه بتاع البلاد. هقول لك ان فيتامين كي ده بنديه لاي عيان بيخاف انه ينزل. الاسبرين بما انه بيعمل سيولك الدم وعرضه انه يخليك تنزل، فبتدي فيتامين كي 10 مللي جرام تحسبا عشان اامن نفسي، عشان لو نزلت يبقى ايه؟ فيتامين كي يصد الحكايه. اخر حاجه لو كل ده ما ينفعش بنبعت الاولويه عندها ايه؟ لو كان شارك توكسيك دوز من الاسبرين محترمه نبعته مركز كده يعمل حاجه اسمها هيمو ايه؟ دايز، يعمل له غسيل كلى. هو ما هوش بس غسيل كلى، اسمها غسيل دم يعني. نغسل ده بس ده في الحالات الشديده قوي يعني. احنا بطمنك والله وانا مستحيل اجيب لك كاتب مش هجيب لك كاتب دلوقتي. بس في الام سي كيو عايزك تاخد بالك ان الاسبرين بيعمل ميتابوليك اسيدوز. خد بالك من دي، بتتصلح بكلمه هايبر ايه؟ فنتيليشن، ودي اول علامه هتبان على العيان. الاسيدوز اللي عنده دي هيبان عليه كلمه تاكيد، هي دي اللي هتبان في الامتحان. باقي الكلام مش هتهتمش بيه. لا ايه؟ لافاج يعني غسيل معده. جاستريك لافاج يعني غسيل معده. اتفضل، هي كلمه فرنساوي اصلا. نعم. بيعمل دي هايدريشن ازاي؟ دي هايدريشن هو ايه؟ عايز تقول ايه سؤالك؟ هو الاسبرين قالوا مره انه لما ممكن يعمل كاتينيا سباز وبيعمل كوت، واحنا قلناها مع الميكانيزم بتاع ازاي الاسبرين بيقلل حراره الجسم، انه كان بيعمل سويتنج. جايز من كتر السويتنج يحصل لك دي هيدريشن، وجايز من كتر الفوميتنج. ما انت ممكن تاخد اسبرين بتوكسيك دوز فتفضل ترجع، كتر الترجيع مع كتر العرق يعمل لك دي هيدريشن. ماشي الحال يا شباب؟ في بعض الفيديوز فايت لو هو عامل اصلا. والله فيتامين كي احنا بنديه اسمه كو اجيوليشن فيتامين، بنعتبر كي يعني كده بالسي صح؟ بس بنعتبرها كو، ده اصلا بنديه علشان تكون انهانسنج كو اجيوليشن، لان في التوكسيك دوز الاسبرين ما ضربش بليتلت بقى، ده ضرب بليتلت مع حاجه اسمها بروثرومبين اللي هو كلودنج فاكتور. فيتامين كي بقى وظيفته ها؟ يخلي الليبر يصنع بروثرومبين كتير. ماشي؟ يعني دي تفاصيل ما حدش يدخل لك فيها يطمن، عشان بطمنك بيقول لك ده شروط طب شرعي، السنه الجايه ان شاء الله تدعوا لنا والله، هتروح الطب الشرعي يقول لك ديجيتال توكسيستي، اسبرين توكسيستي، كل دي اسمها توكسيكولوجي اساسا، ماده اسمها توكسيكولوجي، مش معقول السنه الجايه. ندخل على حاجه اسمها ضغط النسيج، ناخد بالنا بقى. هقول لك ادويه شبيهه بالاسبرين وكل دواء تحط لي تحته كلمه واحده. كل دواء تحط تحته كلمه لا تجاوب في الام سي كيو. اشهر دواء بعد الاسبرين ان لم يكن اشهر منه اسمه ديكلوفيناك. الديكلوفيناك اسمه تجاري، لو قلته لك في حد في البيت عندك لازم والدتك والدك جدك اسمه التجاري بولتاين. ده مشهور قوي، ده مصر بوبي ولا خليجي، بنكتبه كتير. كانوا بيعتقدوا زمان لحد قريب، كان تيجي تسال اي دكتور تقول له ايه فايده البولتاين؟ البولتاين يعني ايه عن الاسبرين يعني؟ يقول لك انه اقوى منه واحسن منه وأأمن منه. طلع الكلام ده مش صح. البولتارين زي الاسبرين في القوه، نفس القوه يعني، ما تفكرش ان حاجه احسن من حد. الاثنين بيعملوا ريشن اللي هي الكوكس انزايس، لكن جايز البولتارين حنين شويه على الاخر. يعني جايز يعني ايه؟ جايز ما بيعملش فرحه. اصل انا هقول لك ما نفس الاصل انت هتقول لي ما هو منطقي. الاسبرين اصلا كان بيدخل خلايا المعده بنظريه البي كي اي ونظريه الايون تراب. البولتارين مختلف عنه كيميائيا، فمش هيحصل له ترابنج يعني. يبقى حنين شويه على المعده، انما مش حنين على الكدن بقى، ده طلع مور نيفروتوكسين. يعني اذا كان الاسبرين بيعمل فشل كلوي يبقى الباشمهندس ده بيعمل فشل كلوي اكتر منه. الله يصبحه بالخير ويا رب يديله الصحه الرسول محمد منين بعد كذا كده كان يقول لنا بنستخدم مسكنات بيجي له فشل كلوي بعد 10 سنين. كان دايما يقول لنا كده ان بنستخدم بولتارين بقى يجي له فشل كلوي بعد 3 سنين. يعني ده مور نيفروتوكسين.
يبقى الكلمه اللي اديلك في الام سي كيو اذا جاب لك كلمه ديكلوفيناك ما يميزه انه مور ايه؟ مش عايز اي حاجه ثاني، اي سطور ثاني انا بس الكلمه دي بس. يبقى ديكلوفيناك مور ديكلوفيناك. حلو يا باشا؟ اللي بعده اسمه ايه اللي بعده؟ السولينداك. عندك عيله اسمها السولينداك وما اعرفش ايه مش كده؟ انا عايزك تتعلم عليه ان السولينداك ده صفر الوسطاني الدبرو ايه؟ بيجي في الامتحان ساعات يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج نون سكول از ا برود راج برود راج سولينداك. وانت عارف يعني ايه برود راج؟ ما يشتغلش لما بيروح للليفر يعمل له ميتابوليزم الاول. يبقى لو قال لك مين من العيله برود راج يبقى لو قال لك مين من العيله ده بوست نيفروتوكسيك يبقى هناك. مين من العيله اكتر واحد شغال على البليتلت اسبرين والريفرسبل، اوعى تنسى الكلمه دي. مين اكتر واحد برود راج يبقى سولينداك. دكتور المشتقات دي كلها ريفرسبل كل النون استرويد اللي على وجه الارض كلها ريفرسبل ما عدا الاسبرين الريفرسبل. اللي بعده اسمه ايه؟ كيتو بروفين وايبو بروفين؟ ايبو بروفين وكيتو بروفين وما اعرفش ناروكسين. طب ده كيتو بروفين ده انت بتاخده كتير كتير كيتو بروفين ده كيلو كيتو خان اللي بتاع الصداع ده انا لسه قبل ما انزل الصبح واخد بروفين اصحى الصبح كيتو خان يعني عندي صداع بقول له اسرع حاجه للصداع هو كيتو خان ده. بس في نقطه بقى عرفت البروفينز ديت للاسف اولا هو ايبو بروفين ده دكاتره او الواحد ايبو بروفين ده دكاتره الاطفال حافظين لأن بيقول لك ساعات لما بنخاف ندي اسبرين للاطفال خوفا من الرئيس اللي هو ساعات يدي ايبو بروفين مدام وان كان بعض الدكاتره لا يابا برضه من العطشان ايه يعني بعض الدكاتره يقول لك يا عم ايبو بروفين ما بيعملش رئيس الدور نرد عليهم نقول لهم عندك دليل على كده؟ عندك دليل؟ يقول لك لا ما عنديش دليل بس بقولوا كده لا بقولوا يابا ايه الصح انك ايه ابعد عن العيله دي خالص ولو عايز تخفض الحراره في اي عيل صغير تستخدم باراسيتامول اللي هو البنادول الابيبول اللي بتاع العيال الصغيره ده. لكن انا ما زلت بقول لك ان في بعض الدكاتره بتكتب لي بروف ماشي يا باشا. طيب الكلمه اللي بتجيلك في الامتحان يبقى مش دي الكلمه اللي بتجيلك في الامتحان اخر سطر ان احنا فوجئنا ان الستات كتير عندهم حاجه اسمها خشونه في الركبه. لا ست بس عندها 80 سنه ولا 70 سنه يقول لك يا ابني ركبي كل شويه واخدينها على دكتور عض بتدي خشونه مش هتخف. يوم دكتور العظم مع طول كاتب كلمه بروفين بروفين 600 اللي هو البروفين ده اتضح بقى ان البروفين ده في الستات بيظبط لهم بيعمل لهم هايبر تنشن. يبقى البروفين اللي بيكتبه دكتور العظم ده كاتب العظم ده عشان خشونه الركبه بيرفع الضغط. اهي الكلمه دي جابها لك في الامتحان. مين من النون استرويد مشهور بالايفيدنس بالايفيدنس يعني الدليل الطبي انه بيرفع ضغط الدم؟ اصل خد بالك كلمه ضغط الدم لما جاتش سيرتها خالص ولا ايه رايك؟ ما اول مره تيجي سيرتها مع العيله دي دلوقتي. يبقى الايبو بروفين ده ثبت بالدليل انه بيعمل هايبرتنشن في الستات اكتر. يبقى انا والله ما اعرف بس هو تخليص رباني سميه يعني احنا بنجيب الزهايمر والله الستات ما بيجيبوش الرجاله بيجيبوا الزهايمر والستات لا يقول لك استروجين بيحميهم الرجاله بيجيبوا ما يفرزوا الكبار والستات لا يقول لك استروجين نعم. لو اتاخد باستمرار لو سبت بقى خد بالك انا كان فيها جاره كانت ماشيه على البروفين ده زي يا باشا ايه على زي الشوكولاته كده كانت بروفين 600 وكانت تاخد قرص صباحا ومساء بقى كده 20 سنه. طب ما دي كده هتتدمر عندها مؤكد صح؟ ومؤكد هيبقى والله العظيم الست دي كانت ضغطها 180 كنت كل ما اروح اسمع ضغطها 180 وعرفنا بعدين ان البروفين هو اللي بيرفع الضغط ده. الله اعلم بيرفعه ليه؟ هل لك جايز يقولش يا شباب جايز تكون النون استرويد دي سكينه وتعمل سولت ووتر ريدكشن جايز يكون الله اعلم انما هو بالدليل بيرفع الضغط. اللي بعده اللي بعده ايه بقى؟ طب مش الناس دي هيصلها لها ستنج بعد كده هيصلها لها ستنج في الهايبر لا مش هي بتاخد كل يوم كل يوم بس خد بالك انا بشتغل على انزيم ما بشتغلش على ستنج عندك حاجه اسمها ايه؟ اندوميزازين ده اكتبه مهم جدا اندوميزازين ده الاندوميزازين ده يابا اقوى كوكس على وجه الارض اول ما طلعوه قال لك عادي ده بلطش الكوكس ايه؟ ده بلطش كوكس واحد واثنين وثلاثه وبلطش الكوكس اللي لسه لازم اكتشف يعني بلطش كل حاجه يقول لك اقوى انتي انفلاماتوري في العيله كلها بس الحلو ايه بقى يابا؟ ما يكملش هو اقوى انتي انفلاماتوري لكنه ذا موست توكسيك زي ما هو قوي جدا زي ما هو سام جدا وبيعمل مشاكل على الجهاز العصبي. اتضح ان في ناس خدته جالها صرع وناس خدته كتير ما اعرفش جالهم ايه وجد الشنجات بلاوي كده. فقال لك يا عم ده ايه يفضل تبعد عنه الا في استخدام واحد بيجي في الام سي كيو الاستخدام ده اهو
تسمعوا عن حاجه اسمها دكتس اردريوزس طبعا. سمعتوا عن الولد اللي اتولد عنده مشكله عيب خلقي في الحلم وزاد ربنا من رحمته يوم فتح له دكتس عشان تصلح ليه؟ مش كده؟ يعني ده مظل غلط اهو. طلع بالعكس اهو. يوم هنا ربنا مسح له كوبري اسمه دكتس اردريوزس. فاكر لما قلت لك لما بتحب انها تفضل مفتوحه لحد ما يروح لجراح يصلحها له بتدي حاجه اسمها بروستا ملابين في الوعاء وعقلان في اللقطه. لما الحب تفضل مفتوحه تدي ده لحد ما الجراح يصلحه خلاص صح؟ طب لما احب اقفلها بقى طب افرض ان انا عايز اقفلها هتقول لي اقفلها ليه يعني؟ اقول لك يا اخي الله ما تفرض طفل مولود بقلبه سليم تماما ما عندوش خط ولا حاجه ودي مفتوحه ما في كده في مرض اسمه بيتا انت دكتس ارتريوز قلب سليم ما فيش مشكله ودي ملهاش اي لازمه ومفتوح عايز اقفلها طب بالراحه كده اذا انت عرفت ان انت اما حبيت تخليها مفتوحه اديت ايه؟ بروستا جلاندين امال لما احب اقفلها بعمل ايه؟ ادي انتي بروستا جلاندين قالوا طب ومين اقوى انتي بروستا جلاندين؟ قالوا الادوميسازين ده قالوا ادوا انت يبقى ده اللي انا بديه الادوميسازين ده لما احب اقفل الدكتس عايز تقفلها ادي اندو ميتازين والعلمهم عندك مربع على اليمين كده حتى نسيت اقول المجموعه اللي فاتت والله انا اول ما انا خدت بالي منه ولما بصيت في الكتاب بس اسمه ديسمينوريا او ديسمينوريا ديسمينوريا ده اللي هو ايه ده مرض شائع جدا عند الستات وعند البنات اللي هو ايه بيجي بين ديورنج منستريشن دايما بعض الستات كده اثناء المنستريشن فيهم سيفير بين بنقول ان البنت طبعا الكلام ده ما بسالش فيه يعني بس لو حصل حد في الشفا ونكش البنت ده بيجي نتيجه زياده البنت او الست دي بيحصل لها الم وحوض شديد نتيجه زياده ماده اسمها بروستا جلاندين ارثا المطر اللي مش عارف ده اللي بيزيد عندها ويعمل لها البين فكانوا زمان اقول بقى اللي جاب لنا ايه كانوا زمان الدكاتره بيكتبوا للحاله دي اندوميسازين اللي هو ده اللي اتضح انه توكسيك الناس بقى اللي هم الانجليز دلوقتي قالوا يا جماعه لا ما يصحش الكلام ده لان الاندوميسازين ده توكسيك انت عايز تقلل بروستا جلاندين عند البنت اللي عندها ديسمينوريا عندك الدكتور في ذاك الاولاني خالص اللي هو كان اول واحد اللي هو اسمه فولتارين اتضح ان ده احسن دواء حتى مكتوب تحت قال لك الفولتارين افضل مش عارف من مين وافضل من مين مش انا حاطط الدكتور في ذاك متوحد لو انت شايف كده الدكتور في ذاك لا الكلام ده مش كلام انا ولا كلام كتاب مش كلام ده كلام حاجه اسمها مؤسسه انجليزيه اسمها نيس ناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلنس يقول لك ده انت عايز تبقى دكتور عالمي عالمي يعني ما حصلتش عايز تبقى تيجي تمتحن عندي امتحنك في كل كلمه كبيره وصغيره هيمسك لك كل مرض يقول لك ايه الدواء رقم واحد ومين رقم اثنين شوف بقى الخيال ده بيمسك الامراض كلها وفي كده يقول لك مين اللي ياخد كذا وامتى تدي وامتى ما حدش بيعدي منهم فهم الناس الموقع ده قال كده قال يا جماعه انت عندها الست اللي جايه اسمها نوريه ما عدتوش تكتبوا لها اي مسكن احسن عايز احسن مسكن اديك دوفونات يا ليه كذا يا ليه كذا ليه خلاص لا دي معلومه ليك انت عشان لو اي حد عندكم في البيت ولا كده بيشكل المشكله تبقى عارف قصتها ايه جت منين واحسن دواء الفيروس كان ما عندناش ملاحظه عنه ما فيش من ضمن المسكنات خلاص ايه في العالم طلعت امريكا بقى يا باشا من حوالي كام سنه كده من حوالي 20 سنه قامت تسمع امريكا زعلت قوي برضه خالص الاسبرين اشهر دواء في اسرائيل اشهر دواء والاسبرين دواء الماني الماني العسلاني سيبك بايرن شيك الماني زي ما عملوا امريكا بوتها بوتها كتير انك تيجي تحت الدواء السلاح ممنوع الدواء يدخل الا من امريكا وعايز تنتجه تروح تخش وتصريح في شركه هو كده جميل اول ما الماني عمل الاسبرين واعطوني 3 جنيه هي هتموت قام عاملين عيله اسمها ايه سيلكتر ايه كوكس 2 في الهرم والله يا جدعان احنا بنقول ادويه تنطش كوكس مين؟ كوكس 2 اللي هو مسؤول عن الانفليشن مش صح ولا ايه؟ فاحنا صدقناه ده هو ملك قالوا محتاجين هنعمل لكم ادويه تشتغل 1000 انفلاماتور من غير ما تضر الكلى ولا تضر المعده ولا تعمل حاجه خالص لان انا شغلك كوكس 2 فقط اللي هو بيطلع على اسمها ايه؟ اللي هو مسؤول عن الانفلاميشن فصدقناهم اول طلع عندنا وصفه سيلي سيلي كوكسين فالدي كوكسين وروفي كوكسين حاسس ان كلمه كوكسين في الاخر حتى يسموها كلمه كوكسيدز يعني العيله كده ومعرفش ايه ايتوري كوكسين في قلم كده طلعوها في سنه 2000 تقريبا 2001 بداوا يجروا عنها دعايه ليها بقوا العلبه مش عشان كام الاسبرين مثلا ب 2 جنيه العلبه ب 100 جنيه و 90 جنيه بس فقدرنا نكتبها للناس قام طبعا 2004 2004 بالظبط كان حاصل حتى الامريكان عندهم مخ يعني ثلاثه قالت واحد مات عنده 80 سنه الله يرحمه عارف بس هو مات بجلطه في القلب على المرض على المرض اللي بيبقى له 20 سنه يا دوبك يعني
قالت لا مش اسمه الموضوع ده، شوفوا لي مات ليه يوميا بقى طبعا سنه. قالت لهم لا برضه جوزي وانا حاضر. وقالت انا رافعه قضيه على الشركه. قالت لهم ده قبل ما يموت الله يرحمه كان بياخد درس بروف في الكرسي. انا فاكر كنت شايف شكل شكلي العيوان كنت مش تاخد درس. يا فندم طبعا امريكا مش زينا، حد يرفع قضيه؟ اه القاضي بيامر بالتحقيق. امر بالتحقيق يابا لقوا سبب الجلطه الروف الكوكسي. الروف الكوكسي هو ده اللي هي الغلط الكبير دول اللي هو الفرفوشه في بوش ده يمين شمال محدش عارف ليه. اتضح ان العيله دي كلها هنشوف دلوقتي بتزود الثرومبوكسان اي 2 اللي بيعمل هنا. يعني الاسبرين اللي ما كانش عاجبك او كانت تجميل ده كان ضد الجلطات اصلا، ده كان ضد الجلطات. العيله الجديده اللي اصطادت كوكس 2 قامت صيدل ايه؟ البروستاجلاندين بتاعت الفلاميشن قامت مزوده لك الثرومبوكسات. فالراجل ده ثبت الاطباء قالوا هم كده، هو الراجل ده ميت وقام عامل الحريق، مات بسبب الروف الاكسيد اللي انتوا ما عملتوش دراسه عليه كافيه. واتضح انه بيزود الجلطات. عارف خد التعويض كام؟ خد التعويض كام يا رب؟ خدت 250 مليون دولار. 80 سنه وهي 75 سنه. اللي هو يا هاجر يا هاجر لو هي تقبلني لو تقبلني يعني هقعد سنتين ان انا المصري هتقول لك لا ده مصري دوكس ما لا مش عايزين. فاخدت ال 250 قامت الشركه عملها هنا يابا، قامت الشركه فايزر دي قامت يابا عارفين يا جدعان 2004 ممنوع استخدام روف الاكسيد وبند الاكسيد، منعت ده 2004 وده 2005. اللي عندك في السوق دلوقتي الوحيد اللي مش الوحيد يعني اشهر واحد اسمه سيلو اللي ما زال موجود. فاكر لما سحبوا الانتي هيستامين في السكند جنريشن اللي قالوا ده بيعمل توصيل دي وينتي هو المرض دي بتبقى شويه زي بيعملوا جلطات. القصه اللي انا حكيتها لك بقى كلها والروايه كلها متلخصه في الجدول. يعني انا ما بسالكش بقى انا في ايه؟ الحكاوي دي الحكاوي دي حكاوي والشكل ده مش دعوه ده تشطب عليه كله. انت مطالب بالجدول ده. ده بيجي لك في اخر السنه بثلاث درجات وش كده. يقول لك قارن ما بين الدواء ب 3 جنيه او 2 جنيه اسبرين الحلم الناني الظريف فاهم اللي الولد الغلبان اكتشفه من يوم سنه ومنه وبين الدقي الادويه الثانيه اللي ب 100 جنيه الحاجات الجديده اهو يا باشا. حط هنا اسبرين اللي هو الرخيص ده وحط هنا السيلو فيكسيب الغالي. اللي جالس بتاع الاسبرين ايه؟ انا ما كنتش كل انواع الكوكس في نانسي. ايوه انا معترف، انا معترف ان انا نانسي ريكت مبطش كوكس واحد وثلاثه كمان يا عم. واللي له شوف حاجه يقول سيلو فيكسيب ده نطش كوكس كام؟ كوكس 2 كوكس جاني. هل في واحده اقوى من الثانيه؟ هل في حاجه اكثر من الثانيه؟ قالوا لا اللي تكون في الكفاءه زي بعض. هذا اول بكتيريا كده الدوب بنيه ده الدوب بنيه. يعني الاثنين بيسجلوا الوجع زي ما والاثنين زي ما طيب يا باشا خد خط. هل في ميزه للاسبرين يعني؟ لا تعالى كده على المعده. الاسبرين ده انا معترف انه بيعمل بيبت كانسر. انا معترف. والباشمهندسين دول بيقولوا لهم بطش كوكس 2 ملوش دعوه بايه؟ كوكس واحد اللي بيكون بروستا جلاتين حلوه في جسمك دول ما بيعملوش انسر. الانسر دوت كوم انا ما اعرفش هذا اول جول استجابه الجول ده. طب يا باشا الكدني اخبارها ايه؟ الاسبرين انت قلت لي انه كان مع بعد فتره بيعمل انالجيتك للبروبس. طب يا ترى دول بيعملوا؟ كان من المنطقي دول ما يعملوش. المنطق يقول كده، المنطق يقول ان هم شغالين على كوكس اثنين اللي هو الانزيم ده لا والله الاثنين بيعملوا ايه؟ الاثنين رياضه زي بعض. طب ليه يا باشا؟ ليه مش انت قلت كوكس 2 ده شغال على كوكس 2 بس ولا كوكس 2 بس؟ صدق ان المندوب يعني المندوب اللي في العياده يقول لك تحب احسن من دي قول له انا مصدقك على الانسر، مصدقك على المعده. ايوه احسن على المعده، انما على كده مش احسن. الاثنين زي بعض على كده. فاوعى بقى حد ايه عندك في البيت مثلا لا قدر الله ربنا يعافينا جميعا يكون مثلا كده عنده تعبانه ومحتاج مسكن فتديله سلك اكسيد اعتقادا منك انه ما بيضرش. لا بيضر الكلام ده الاثنين بيضروا. طب يا باشا الجلطات بقى الاسبرين اللي مش عاجبك ده بيقلل الجلطات بيقلل الثرومبوكسات اي 2 والبليتد اجريجيشن صح؟ ولا ايه؟ مش ده الاسبرين بتطلع اكتر ولا انت بتلف الحراره الارض. طب وال باشمهندس العيله الجديده بقى افتكر القصه بتاعت الشركه العيله الجديده بتزود الثرومبوكسان اي 2 وتعمل جلطات. هتسالني بقى ازاي؟ مش ازاي هقول لك والله ما توجع دماغك ولا حد هيسالك ازاي. هي حقيقه على السطوره اعرفها حاجه زي ايه كده واسالك في الحازمه زي الاكاك. يعني في ناس بيقولوا ايه؟ اصل العيله الجديده دي ضربت كوكس 2 ضربت لك انواع من ايه؟ من البروستاجلاندين بس زودت لك ثرومبوكسان. يا باشا انا مش عايز اعرف هي عملت ده ازاي، ماليش دعوه، انا مش هسال عملت ده ازاي، انا هسال حصلت ولا لا.
حصل في واحد مات ولا لا؟ ايوه وخد تعويض ايوه ماشي القصه موجوده على حضرتك بالظبط. اذا هنجيب لك سؤال اخر السنه نقول لك وان ستيتمنت از نوت ترو عايزين جمله غلط وغلطك بتطلع جمله غلط ايه؟ سيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز ار مور سيف على الكارديو فاسكولار سيستم. لا مش مور سيف. مين قال مور سيف؟ ده بيقولوا جلطات اهو. يبقى والنبي ما تضيع وقتك في انك تعرف هو زودوا ثرومبوكسان ليه والنبي ما هزت. هم زودوا ثرومبوكسان بالفنفوش عملوا شوف راحوا العنك ده وطبطبوا عليه هم زودوا ثرومبوكسان خلاص دي حقيقه حصلت ماشي. الاثنين بيعملوا الرجيك رياكشن زي بعض يعني في الاخر مين احسن من حد؟ مين احسن من مين؟ ما تعرفش مين احسن من مين؟ ده افضل على المعده وده افضل على الجلطات صح؟ والاثنين اوسخ من بعض على الاثنين بدون الكلام الجدول ده بيجي اخر السنه بثلاث درجات. طيب عندك موضوع كده رزين الصفحه اسمه ايه؟ اكيد جواب ايه؟ ثلاث صفحات ترم تاني والترم تاني والترم تاني كلهم ثلاث صفحات والترم تاني مش مبنيين هتجيبوا 10 درجات بس الترم الثاني ان شاء الله. انت لست مظاهر هذا الترم خالص دي يدخل على حاجه اسمها المطايب كلمتين كده صغيرين كلمه بالظبط كده 10 دقايق بالظبط اتكلم عن المطايب. في مرض اسمه روماتويد ارثرايتس مرض مشهور وعنده كلام كتير في الكتب. روماتويد ارثرايتس يا بابا هيقول لك دايما تيجي في السن اللي فوق 20 سنه كده وانت طالع فوق 20 سنه انت راجل في العيادة الدكتور بطل في الدنيا ويرفع قد كده يجي لك عيان يقول لك يا دكتور بصحى الصبح الاقي ايديا بتوجعني. تقول له بقالك قد ايه؟ يقول لك بقالي تبع الحاجة ده شهر. الحالة بتزيد. تقول له مش جايز تكون بس الدنيا برد يقول لك لا والله ده ما بقاش بردان ولا حاجة. بصحى الاقي ايديا بتوجعني واحس ان صوابعي محمرة كده من عدم المحاصر. وبعدين مش عارف امسك كوباية الشاي ولا عارف اكتب. افضل اقعد ساعتين ثلاثة على ايدي كده لحد ما اعرف اكتب. عرفت حاجة. ماشي؟ بتشك بقى. تقوم ايه؟ بيقول اول علامه من علامات مرض اسمه روماتويد ارثرايتس. والمرض ده مرض جينيتيك يعني في حاجه في خلل في الاميون سيستم هنشوفه دلوقتي. يعني في خلل حصل اما ان انت وارثه واما ان جين عندك معين كده اتضرب عامل المشكله دي. طيب بعد شويه اللي يحصل هتسيب العيان انت بقى لما تفهم انك ما شخصتش ده ما اديتش عليك سبت العيان بعد فتره سنه يجي لك يقول لك يا دكتور ايديا ما بقاش عارف افردها المكنيه. طب يا بنت اقفل صبعك يقول لك والله لا ما اعرفش بص صار الوقت شويه تسيبه تلاقي المفاصل ورمت والصابع بدا يحصل فيه ايه عارف المنظر اللي تحت شايف الصوره دي الصوره على الصابع. في ناس انا فاكر كويس قوي واحنا اطفال صغيرين في المدرسه ابتدائي انا فاكر وكان في راجل بيبيع كشك كده بيبيع حلويات وكنت بخاف منه. كان ايدي عامله كده كان يجي يداولني حاجه خايف كانت ايديه غريبه جدا ما كنتش عارف ايه. لما كبرنا بقى ودخلنا الطب عرفت ده الناس برضه اسمه ايه بقى ده بقى جاله روماتويد وحد سابه ما حدش جاله العلاج او بمعنى اخر ما حدش بقى شخصه يعني سابوه لحد ما حصل ديفورميتي كده. طب واذا سيبناه يقول لك الايدين كمان كده نتدور بقى على الرجلين والكتاف والمفاصل الكبيره بقى الاول نتسلم على مين؟ نتسلم على المفاصل الصغيره الاول وبعدين ناخد المفاصل بقى ايه بالدور ناخد كتفك الاول وبعدين قلبه بعد شويه بعد طب سيبناه ناخد الاسبرين بقى وناخد الليفر ندمره وناخد او سيبناه ناخد بقى كل اللي هي السيره الساكس اللي في جسمه والبلوره والبريكارديا والكتاب طب سيبناك كده على الطرف بقى على الاسعاف بقى يجي مش كده. يبقى انت على حسب بقى بص اول علامه كانت ايه؟ مورنينج بين مورنينج ستيفنس. اللي انا بحكيه لك ده كله طبعا اول صفحه دي انا بحكي لك قصه المرض عشان تتخيل احنا عايزين نوصل هو حصل ليه ويبقى العلاج عندنا ايه. طب بص بقى المرض ده لما جينا عملنا عليه ابحاث لقينا مش احتياج للعلماء قال المفاصل ده مفصل من مفاصل الايد هو نورمالي الاميون سيلز عندك فين؟ خلايا المناعه عندك عايشه فين؟ حلو في الدم الليمفوسايت والتي والبي والماكروفيج عايشه في الدم دول بعيد لسبب يا اخي ما تفهمش رخامه المدلسه الخلايا دي تقوم داخله الجوينت كده. طب انت مالك؟ جاي هنا ليه؟ المفروض ان الجوينت ده في ماده اسمها سايدوفيا ما فيهاش دم اصلا انما الخلايا غلاسه كده ده وبعدين تقول لك الصوره جايه دمر الكارتريج الكارتريج اللي هو الغضروف ده. طب ليه تدمر الكارتريج ليه يعني خايف يعني؟ تقول لك اصله مش بتاعي ده سالفه الجمله مش بتاعي مش بتاعي يا ابني ده بتاعي والله جاي مع العرش جاي مع الكلاس يا ابني والله الكارتريج ده بتاعي لا والله ده نانسي يا ابني ليه يعني؟ هي القضيه كلها ان خلايا المناعه عندك فيها جين غلط
فيها جين. عارف ان الناس اللي بيفهموا في الكمبيوتر عارفين القصه دي قوي. عارف انك لما عندك كمبيوتر بتسال ده صح كلمه الدرايفرات الدرايفرات. المهم يعني الليمفوسايت دي بتيجي تشخص تميز الكارتلج عندك انه مش بتاعك غريب عن جسمك، وانت عارف ان اي ماده غريبه بيحصل لها ايه؟ تترفض. يقوم عايز هي هتموت عايزه تدمر الكارتلج ده. تقوم جاي مطلع ماده اسمها تيومر ايه؟ نكروزز. وتطلع ماده اسمها انتروبين واحد، وتطلع مواد كتير اسمها سايتوكاين. ليه بقى يابا؟ علشان المواد دي تزود الكارتلج. هي ما زالت مصره ان الكارتلج ده غريب عن جسمك. وده القضيه كلها اللي احنا مش فاهمينها، هي ليه بتميز كده؟ ومش هترتاح والله الليمفوسايت والله نايمه. ده اللي بيعمل لك بقى، ده اللي بيعمل لك القلق الصبح. طول ما انت نايم بالليل الخلايا داخله في المفصل وعماله تطلع سايتوكاين تدمر مين؟ عماله تاكل في الكارتلج. تصحى تلاقي مش عارف تحركها، تسيبها مع الوقت محالفه لتدمر لك الكارتلج. شوف لك اهو اهو والله موقعك اتسرع اهو. تعرف تسمع عندك ضمير يعني؟ وتكون ايه عارف؟ تكون مدمرها خلاص عارف في الكارتلج. خلاص تيجي تحرك ايديك تلاقي صوابعك بتلوك في بعضها لغايه الجولد تبقى واسع لان الكارتلج اتدمر خالص. بس كده تقول لك والعظميه بقت مش بتاعتك. ثم تدور على العظمه دي تدورها حاجه اللي بيشوفها يعني تلاقي الجوينت ساب من بعض خالص وتلاقي الصفحة كده خلاص بتتحرك في كل مكان يعني تلاقي يلزق ساعات بقى تقول لك ايه يلزقهم في بعض ساعات يحصل كده العظمتين يلزقوا والراجل يبقى شايف ايده عامل زي كده شايف كده شايف الكلاكيع دي الكلاكيع دي لان العظم لزق في بعض واتبهدلت في الدنيا. السؤال بقى دلوقتي انت دلوقتي بعد ما شرحت لك القصه على السطوره بدات تخيل العلاج منصب على ايه بقى؟ علاجنا هينصب على ايه؟ هو انا في علاج؟ مفيش علاج. يعني هل انا عندي علاج شافي يعني؟ لا، ده الخلايا اللي عندك دي مصره لحد ما هتموت ان ده مش بتاعك. الحل ان انا ادي لها دواء اميون وايه؟ بس حلوه الكلمه. شوف بقى العلاج، انت بقى سيبك من التشخيص بقى والقرف ده كله، اقلب بقى الصفحه وادخل على العلاج اللي هو المانجر. انت مطالب بدواء ايه؟ انت هنا هتسال دواء. بص يا شباب اقدر ادي العيان حاجه سيمتوماتيك. سيمتوماتيك يعني حاجه ايه؟ في كل لقيت بتوجعني اقول طب خد ايه؟ نون ستيرويد. خد اسبرين كده كل يوم ولا بتاع ولا خد ايه؟ ولا اي حاجه مش عارف. بس هو السؤال هو انا لما بديله مسكن انا عالجته ولا ضحكت عليه؟ انا نصبت عليه. ليه بقى؟ لانه ضيعت الالم اللي عنده لكن الجوينت ديستراكشن ما زال ايه؟ ما زال شغال. يبقى انا كده بضحك عليه. في واحد بيحكي لي بكورتيزون بيحكي عليك برضه لان الكورتيزون انتي انفلاماتوري بس برضه ما بيضيعش الجوينت ما بي... لا انت عايز تتكلم جد عايز تتكلم جد تديني اميون وسبريس تديني بقى دواء متخصص على الاميون سيلز وكل دواء يشتغل بطريقه معينه غير التاني. فهنعمل عيله من الادويه متخصصه اسمها ديزيز موديفايند انتي روماتويد دراجز. عيله متخصصه اسمها ديزيز موديفايند انتي روماتويد. كويس. ايه بقى العيله دي؟ هنمسك واحد واحد كده دكتور كل دواء همسك الدواء وكلمه جنبه. انت هتعلم على الكلمه اللي هتجيلك في الام اس دي ريتن ما بيجيش اتفقنا؟ انا خايف من نص سنه بس. فانا عايز اقول لك ايه؟ كل دواء الملاحظه اللي يصطدم فيها في الامتحان كذا خد بالك منها. اول عيله اسمها تيومر نيكروزس تيومر نيكروزس فاكتور انهبيتورز. الاول عملوها ليه؟ الفكره جات لهم ليه يعني؟ هو قالوا الخلايا المناعه لما تنصب جوه الجوينت سبيس بتدمر الكارت عارفين مين اللي بيدمر؟ مين الكوماندر اللي دمر الماده اللي اسمها تيومر نيكروزس فاكتور؟ فهنعمل له بيولوجيك دراجز ادويه تعمل له انهبيشن. اول حاجه عملوها حاجه اسمها انتي بودز. انتي بودز اسمها مابس عيله المابس. هذا هذا ليموما انفليكس ماب. ماب حاجه اخرها ماب في الاخر ولما يبقى اخرها ماب يبقى اختصار كلمه ماب اختصار كلمه ايه؟ مونوكلونال انتي بودز. بالمناسبه انت مره اصلا اتعرضت لنفس الفكره دي مع الديجيتال. اما جينا نعالج ديجيتال اكزيست حاجه اسمها فاب كانت فراكشنيتد اب يعني انتي بودي. المره دي ماب ادانينو ماب انفليكس ماب الفنكوش ماب. ماب يعني ايه؟ مونوكلونال انتي بودي. بتروح تمسك التيومر نيكروزس فاكتور وتقول تمنع من دمر المفصل. قالوا طيب ما فكره ثانيه هو التيومر نيكروزس فاكتور ده لما بيروح يدمر الكارتلج هو مش اكيد بيمسك في ريسبتور مش اكيد في حاجه هي ايه؟ اكيد في حاجه زي المغناطيس كده بتجيبه وتقول له انزل هنا ودمر. طب ما انا ادور حاجه دي واقف الهالو بحيث انه يتعلى ما يشوفش المفصل او عاملين ده اسمه ايتا نيرسبت. ايتا نيرسبت ريسبت يعني ايه؟
ريسبتور، بتلاقي حاجه ان هو ريسبتور مش كده؟ يبقى انا عملت دواء يقفل الريسبتور بتاع الكيمو تريتمنت. بصوا بقى يا جدعان، والنبي ما تضيع وقتك، انا بقول لك اهو مسؤول على الكلام، والنبي اللي تضيع وقتك انك تحفظ السطر بالانجليزي ده، ما تشتغل السطر وتقول لي كل كلمه يعني ايه؟ انا عايز اعرف المعنى بالعربي، لان الام سي كيو هقول لك مين اللي بيقفل الريسبتور؟ يبقى فلان. مين اللي بيروح يمسك في التيوب والنيكروز فاكس؟ يبقى مان. فهمنا؟ انما اللكلكه اللي بالانجليزي مش عايزينها. يبقى واحد المابس بتمسك في التيوب والنيكروز، بتمسك هو شخصيا. بتمسك فيه كيف الدم بيعكر؟ الايتن ريسبت يروح يقف له ويمسك. يقول له تعال كل ما تيجي عند المفصل امشي بعيد، يلا ما فيش ريسبتور هقفل لك الريسبتور. ملاحظتين صغيرين بقى. السطر الاخراني في الصفحه بيقول ان الاداه دي فيري اكسبنسيف. الاداه دي ايه بقى؟ فيري اكسبنسيف. الحقنه بتوصل ساعات ثمنها 1000 جنيه يا جدعان. فلان الانجليز لان هم يعني انت عارف كل حاجه عندهم بالملين، يقول لك يا عم ما تجربش الادويه دي في اي عيان كده الا لما تجرب الادويه الكلابي الاول. انا لسه جاي لك بادويه كلابي نص ب 6 جنيه يعني. يبقى جرب الادويه التعبانه الاول، اما تبقى تثبت ان الادويه التعبانه اهي ما جابتش نتيجه ندفع الادويه الغاليه دي. فتعرف ان دي ادويه غاليه قوي واكسبنس. الحاجه الثانيه السطر اللي قبله على طول ان قال لك ما تتاخدش الادويه دي لمرضى فيروس سي. مرضى فيروس ايه؟ انا بقى اقول له لاحظ ان كلامك جارح صح، لان اول ما تقول لي فيروس سي والكلام ده فانت قصدك على المصريين يعني. بقول لك اصل معلش والله اصل انت لو اديتها المريض عنده فيروس انت كده بتعمل اصلا جهاز المناعه بيدمر الفيروس عن طريق التيومر نيكروزس فاكتور. فانت بتدي ادويه تعمل انيبيشن للتيومر نيكروزس فاكتور يوم الفيروس ده ينشط في جسمك. فقال لك المرضى اللي عندهم فيروسات او سرطان او غيره بلاشهم. يبقى المرضى الفقراء بلاش لان غالي، قال كده، قال المرضى الفقراء بلاش منهم وجرب حاجات رخيصه احسن، والادويه اللي عندهم حاجات في الفيروسات والسرطان بلاش. طب يا باشا اللي بعده ندخل على الدواء بتاع الغلابه اسمه ميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت ده في الاصل دواء انتي فولين. انتي فولين يعني ايه؟ يعني وظيفته يقلل حاجه في جسمك اسمها فوليك ايه؟ فوليك. طب النبي بالراحه بالراحه، هو في الاصل الدواء بيقلل نسبه الفوليك اسيد في جسمك، واحنا حافظينه كده حافظينه بقالنا مليون سنه. بالصدفه فوجئنا ان له قصه ثانيه بقى، حاجه ثانيه مالهاش علاقه بالفوليك اسيد، ما تجيبوش الاثنين ببعض. لقيناه بالصدفه بيعمل انهبيشن للتي سيلز والبي سيلز. تيجي على التي سيلز بيعملها انهبيشن، ازاي بقى؟ قال بيقلل انزيمات الهمه هو التي سيلز والبي سيلز. شوف بقى الطالب يفضل السنه مصر اصله بيقلل الانزيمات اصل هو يا باشا. لا هو كله وهو بيقلل كل الاسيد دي قصه، دي قصه اصلا. كله بيعمل انيبيشن للجسم دي قصه ثانيه، يعني ما تربطش الاثنين ببعضهم. يعني كان الدواء له صفتين، منه بيضاد الفوليك اسيد وبالمره بيعمل ايه؟ قالوا طب ما تجربه كده في رمضان، تيجي نجربه ونشوف. جم يجربوه لقوه بيحسن 60% من الناس، الناس اللي عندهم المطايب. يعني من كل يا شباب يا دوار ده خدكم معانا يا شباب خدكم معانا، من كل 100 عيان عنده روماتويد 60 بيتعالجوا بالميثوتريكسين. ده اللي خلاه بيقول لك ما تبتديش بالادويه الغاليه بقى، ابتدي بده الاول، ده دواء رخيص وبتاع. بس له عيب بقى، عيب خطير جدا، هو دواء بيعمل انيميشن للتي ليمفوسايت صح؟ بس عمل لك مشكله في الفوليك اسيد. يوم اضطر يقول لك ايه؟ عايز تدي الدواء كل جرعه تديها يابا، كل حقنه ميثوتريكسين هتديها يا حبيب قلبي تدي معاها ورقه فوليك اسيد، لان الدواء بيعمل انيميشن للفوليك اسيد في جسمك وبيعمل لك مشاكل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه كل فتره تعمل لي وظائف كبد يابا، لان الدواء بيعمل هيباتو ايه بقى؟ الدواء ده هيباتو توكسيك وهتحطها خط ولا لا؟ اهي دي جبال في ايدي كتير يابا. مين من ايه؟ ميثوتريكسين ذا موست كومون سايد افكت اوف ميثو از، اقول له هيباتو توكسيك تحطها خط. طيب اللي بعده اسمه ايه؟ بس يعني هو بيعمل مشاكل كتير، بس اشهر حاجه يعملها لك على الليفر، هو مشهور ان بيدمر الليفر. اللي بعده اسمه ايه؟ هيدروكسي كلوريد. ده بتاع ملاريا، ده غير الملاريا اساسا، اسمه هيدروكسي كلوروكين. يا شباب في ايه بس يا جماعه؟ الهيدروكسي كلوروكين ده بتاع ملاريا كويس؟ ده اصلا كان بيستخدم تعقيم الملاريا في افريقيا، وكانوا بيتعدي بالملايين كانوا بيستخدموا الهيدروكسي كلوروكين ده. اتضح صدفه بقى، صدفه يعني جت كده، اتضح ان المرضى اللي عندهم ملاريا اللي خدوا هيدروكسيد كلوروكين ده لان طعمه غالي اصلا، اتضح المرضى منهم اللي كان عندهم مضاد في السن. الله، يبقى الدواء مؤكد زي ما بيموت الملاريا زي ما يكون له حاجه بالروماتويد. طب ندور كده، لا هو بيموت الملاريا ازاي؟ قالوا بيموت الطفيل بتاع الملاريا بيمنع الدي ان ايه والار ان ايه سنسس في الملاريا، ولو بيعمل نفس الحركه هتديله انفصال. صدفه بقى، فاهم؟
انا والله لما بقلل دي ان ايه وار ان ايه بتديني البوسايتو كده. طب ما كده انهبيتد ولا لا؟ انا زي ما بعمل انهبيشن للفيل بتاع الملاريا انا مش استخدمه يا جماعه. القضيه عندنا يا شباب ايه؟ ليس القضيه الدواء على الورم. انا ما ليش دواء على الورم بيعمل ايه؟ انا قضيته هو حسن ولا لا؟ اما جبنا 1,000,000 عيان واديناهم هيدروكسكلورين حاجه اسمها ايفيدنس ريسنت ايفيدنس حاله اللي بعد دول حسنوا يس خلاص معهوش اجادل بقى هو بيشتغل بالدي ان ايه ما بيشتغلش ده في كتير من الادويه لك ان كلير ميكانيزم يعني مش شرط انك تعرف الميكانيزم انما الشرط هو حسن الناس اللي جابها حسن الناس اللي بعده اسمه ايه؟ سلفاسالازين. سلفاسالازين ده بيتحول في جسمك لماده اسمها 5 امينو ساليزيليك اسيد. النبي اللي تاخد بالك منها تاخد بالك من 5 امينو ساليزيليك اسيد ده بيتحول للماده دي والماده دي هي اللي هي نفسها اللي بتعمل سبريشن للتي سيلز والبي سيلز. يعني مش السلفاسالازين نفسه ده بيتحول لماده ثانيه صح؟ يعني الدكتوره فريده مره ما هي الدكتوره فريده استاذه الشقه قالت داخله على الريسبشن مره بتقول لي يعني اقدر اعتبر الدواء ده برو دراج يا اولاد ولا لا؟ هو الدواء اللي بيشتغل يا شباب ولا بيتحول لماده ثانيه؟ خلاص يبقى على برو دراج يبقى ممكن يعتبر برو دراج لو خيرتك في الام اس كيو. ايوه يا ست برو دراج السلفاسالازين ده. اللي بعده دواء اسمه عيله اسمها اميونو ايه؟ اميونو سبريسر. دي ادويه متخصصه على جهاز المناعه. اعرف لي الدواء الثاني اللي اسمه سايكلوسبور. شايفين سايكلوسبور؟ سايكلوسبور ده كان ده رحمه ربنا رحمه ربنا التي اهداها لجميع المرضى اللي عندهم مشاكل في الاميون سيستم رحمه. واللي اكتشفوا فلاح دنمارك كان مره بيرش الغنم بتاعته لقى فطر كده على الارض فطر غريب خاف من الفطر يموت الغنم فبعد الغنم بتاعته ونقطع ده بعدين لانه فلاح دنمارك بقى بيتعلم زي الدوكس اللي عندنا قام واخد الفطر ده لمعهد البحوث الدنماركيه قال لهم بتاع الفطر يكون يموت الغنم بيعملوا عليه ابحاث قاموا مطلعين منه دواء اسمه سايكلوسبور اصبح الدواء الرسمي بتاع زراعه الكلى وبتاع كل الامراض اللي لها علاقه بالايميون سيستم. العلبه يا باشا ب 1600 جنيه مسافه 20 ونص يعني حاجه فيري اكسبنسيف. اي عيان عنده مشكله في الايميون سيستم تغلب فيه يعني شوف جرب معاه 1 2 3 4 غلبت جبت اخرك خلاص داولت شق هدومك استخدم سايكلوسبور دي خليك كارت الاخران بتاعك هيقوم رايح منشن تحديدا تسمعوا عن التي سيلز انواع مش كده؟ بيروح ينشن على حاجه اسمها تي هيلبر سيل يصطاد التي هيلبر من وسط العلب كده تعالى يا حبيبي تاخد انت كده على جنب كده انت الانهبت تسيب الباقي كله لما بيعمل انهبت شغل التي هيلبر كل جهاز المناعه ايه عارف لان دي كانت الريجلايستر بتاعتهم هو بينشن على التي هيلبر تحديدا يعني يبقى سايكلوسبور ده ناخد بالنا منه ماشي. الجولد بقى حقن الذهب اول مره تستشفي الذهب يعرف حاجه صح بس هو عمل الناس تقدر شنيجي الحلقه لا الذهب هم اكتشفوا كفايه انهم راحوا مرضى الامريكان وقالوا لهم انتوا بتعالجوا الامراض عندكم ازاي؟ فالهنود لهم طب غيرنا والصينيين اسمه الطب الصيني الطب الهندي الطب الشرقي بيعالجوا امراض اللي هم سميناها بالذهب. الامريكان قالوا طب بس نفهم يعني بتعملوا ايه؟ قالوا والله بنعمل كده تجيب الذهب وتحطها مع اي حاجه هات شويه اي حته ذهب تحطها كده يدقوا فيها مع مسحوق عقارب مع رجل الغراب اللي قديم اي كلام. المهم فهم مدي بتاع ده اول اكتشفوا ان فعلا الذهب هم هناك الهنود بقى بيعالجوا بالذهب كل الامراض. اما الامريكان عملوا شغل عليه لقوا الذهب فعلا سيلكتيف انهبيتور للماكروفيش بس مش للتيليمفوسايت. الماكروفيش انتوا عارفين اخلال المناعه انواع الذهب بيصطاد الماكروفيش اللي جسمك يعمل لها انهبيشن تحديدا. بس خد بالك انت محتاج كميات ايه؟ كميات صغيره قوي. ما تفكرش ان الدواء غالي. لا هو الدواء رخيص مثلا الثلاث حقن بحاجه و50 جنيه. لان هو املاح ذهب مش الذهب نفسه يعني. حاجه اسمها صوديوم كالسيوم. المريض بياخد حقنه اسبوعيه، حقنه كل اسبوع، الملح الذهب البسيط ده يروح للميكروفوج يعمل له انجليش. اصبح عندك دواء بتاع تيليمفوسايت اللي كان قبله على طول صح؟ سايكلوسبور وده بتاع مين؟ تحس ان كل دواء شغال على حاجه معينه. اللي بعده هنطنشه اسمه ليفليونوماي طنشوه وانا كينرا الاخراني اكتب عليه مهم جدا انا كينرا ده كلمه واحده بيقفل الريسبتور بتاع حاجه اسمها انترلوكين 1 انا كينرا الاخراني صح؟ الاخراني بيقفل الريسبتور بتاع انترلوكين 1 الدكتوره فريده معرفش طبعا الله يرحمها جوزها جاي في الشارع مين الدواء مين الدواء مين الدواء اللي بيقفل انترلوكين 1 خصوصا بعد الكلام ده يبقى يا باشا انا كده ده بيجي في المحلات الدواء بيقفل ان انترلوك موالي ماشي الحال كل دواء كده خد بالك من الملاحظه اللي احنا بنعملها كل دواء ملاحظه صغيره جدا